عودة إلى جريدة الأهرام. والباحث الرئيسي لجهاز تشخيص فيروس سي للأهرام جامعة أمريكية أكدت فعالية جهاز سي فاست. دكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة هو الباحث الرئيسي للأبحاث العلمية لاختراع سي فاست لتشخيص فيروس سي الذي أعلنت عنه القوات المسلحة منذ أيام. وأكدت فعالية الجهاز في تشخيص فيروس سي بدون سحب عينة من دم المريض. ويؤكد دكتور شيحة في حواره مع الأهرام أن الجهاز سليم تماما وتمت تجربته في أمريكا، وننتظر موافقة لجنة القيم الطبية الأمريكية لإجراء دراسات موسعة، وذلك بعد تطابق نتائج تشخيص الجهاز مع التحاليل الطبية بنسبة نجاح 97.8% في أمريكا والهند وباكستان ومصر. كما أن الهند وباكستان تتعاون معا لتطوير الجهاز لاعتماده عالميا، وذلك بعد تجربته لمدة 19 شهرا في وزارة الصحة ومعهد الكبد وقصر العيني وجامعة عين شمس على نحو 1000 مريض.